أحلى صباح. صباح الخير لكل المشاهدين بأسبوع جديد، نهار جديد، وأكيد حلقة جديدة من البرنامج الصباحي أحلى صباح عبر شاشة تلفزيون لبنان. رح نقضي تقريبا ساعتين ونص من الوقت مع مواضيع كتيرة وضيوف جديدة كمان بتغنيكم كتير بالمعلومات وبتخليكم تبلشوا نهاركم بنشاط. مع اليوم أكيد زميلتي بيا مخور رح نكون عم نتشارك هذه الحلقة سوا. بونجور بيا. صباح الخير جوزيف، كيفك اليوم؟ منيحة، يعني ويك أند طويل وبعد هالأعياد يعني كمان هيك بنرجع بنشاط وحيوية أكبر، وإن شاء الله يكون هيدا العيد عيد خير على الجميع وينعكس على لبنان طاقة إيجابية وفرح وسلام دايم، مش بس على لبنان كمان على العالم أجمل اللي عم نشهده حوالينا، كمان نحن عم نتأثر فيه أصلا. وخلص شبعنا مثل ما بيقولوا عن جد. إن شاء الله تكون كل البدايات، يعني دايما بنقول العياد هي هيك بتعطينا شوية بدرة أمل، شوية هيك طاقة إيجابية تنكمل، بس لازم دايما نكون بهيدي الطاقة كل الوقت. بنعرف مبلشين السنة كتير أعياد وكتير عجقة، بس خلينا هلأ ناخد نفس نروق ونشوف كيف بدنا نكمل السنة. وبتبلش الخبرية من الشخص لعائلته لتكبر للمنطقة للبلد للعالم. ما هي المشكلة الوحيدة أنه كل الوقت عم ناخد نفس، نقطع نفسنا قد ما أخذنا نفس بطل في هوا ناخد نفس، سكروا زلعينا وسكروا روينا. بس تعرف بيا، يعني نحن ببرنامجنا منضل نجرب نضوي على الأشياء الإيجابية اللي عم بتصير بالبلد، كل الأنشطة الأحداث كل شيء معقول العالم تكون عم تستفيد منها، كرمال كمان خليهم يكونوا على اطلاع على كل شيء عم بيصير بالعالم. وقدام مهم كمان نحن اليوم صار يمكن العالم وصار عبر الانترنت والسوشيال ميديا صارت القرية الكونية هيك بمتناول الكل، الكل قادر يعمل أي مشروع، قادر يتواصل مع الثاني، قادر يحقق إنجازات. وقدام الشباب اليوم عم نلاحظ كمان إنه عندهم إنجازات بهيدا المجال. مزبوط. خاصة البزنس أونلاين، يعني بنلاحظ إنه على تطور دايم، وتطور التكنولوجي يعني كل ما تطور اكثر كل ما بتلاحظ حتى العقل البشري عم بيواكبه بسرعه. مزبوط. اكبر. فقد ايه هذا الشيء حلو، قد ايه شيء مهم، من بيتك قدر تعمل كل شيء، من بيتك قدر تحقق انجازات كبيره، من بيتك قدر توصل لكل الدنيا. فبنفس الوقت يعني في الايجابيات وفي السلبيات لهذا العمل، ولكن ايجابيات اكثر اكيد، خاصه بس نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي دائما بنروح على السلبيات، ولكن في كثير ايجابيات. ومثل ما ذكرت بيا، صارت منصه للعالم تقدر تبيع، يمكن تقدر تفرج مواهبها او القدرات اللي بتقدر تعملها، لانه في كثير عالم رجعت للسكيلز اللي عندها اياهم بايديها، اشياء تخيط، اشياء تطبخ. فهيدي كمان منصه سمحت للعالم لو ما عندنا محل، لو ما فينا نستاجر، نكون موجودين اونلاين تنقدر نبيع او نقدر نعرض كمان مواهبنا. فكمان بهيدي المبادرات في الشباب اسسوا البيج اللي هي نكست فيرست ستيب البي، اللي هي كمان ليعرضوا او ليقدروا يساعدوا السمول بزنسز او اصحاب الاعمال الصغيره انه يكونوا عم بياخذوا شويه اكسبوجر اكثر، ان كان اونلاين او ان كان كمان تعرفوا اكثر على هدول. هلا بنشوف كمان البيج اونلاين تقطع عنا على الشاشه. هي مبادره نظمتها منظمه 50-50 اللي هي بتدعي للمساواه بين الرجل والمراه وتمكين المراه بالتحديد، ولكن الشباب بحد ذاتهم قدروا يعملوا هيدي البيج. بنشوف كيف حاطين على كل مطرح كل بوست يعني عن سمول بزنس معين، بخبرونا تفاصيل عنه وكيف بيقدروا يساعدون العالم وكيف بيقدروا يتواصلوا معهم. فحلوة هيدي المبادرة كمان، هيك نشجع بعض. دايما حلو انه مش بس نقوم بخطوة، ولكن نكون عم نقدر نشجع بعض تنقدر نساعد بعض to move forward. وحبيت جملة ما قطعت كمان انه دايما الستوريز ما لازم نخليهم احلام، فينا نحن كمان نخليهم حقيقة وواقع. قد هذا الشيء مهم، يعني لازم نشتغل على هيدي النقطة. دايما الواحد بيحلم، ولكن المهم يحقق الحلم وينجز يمكن انجازات، نعمل اول خطوه انتصارات صحيح. وقد ايه في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كثيره بتتعلق بهذا الاطار، كل واحد من داره ومن اطار البزنس تبعه او عمله عم بيقدر يوصل للكل. وهيدا شيء كثير مهم، خاصه لما نكون عم نشجع كمان اليد العامله اللبنانيه. او نرجع نذكر انه بحرف يمكن نسيناها كثير، السوشيال ميديا رجعت تذكر فيها. والاهم من هيدا وكله نقدر نوصل صناعة لبنانية للعالم، صنع في لبنان هذا البلد ونشجع بعض. يعني نحن في عنا كتير صناعة لبنانية بنقدر نكون عم نستبدلها بالصناعات الأجنبية والأشياء اللي عم نشتريها وندفع حقها أكتر، ونكون عم نشجع بعض نسرع العجلة الاقتصادية اللبنانية شوي، ونكون عم ندعم بعض. ف nextfirststep.lb لكل الأشخاص اللي عبالهم يعرفوا أكتر أو يتواصلوا معهم، فوتوا على إنستغرام وبتلاقوا الصفحة دغري.
بتعرفي بي عنا كتير اليوم مواضيع مهمة طبعا. كمان رح نكون يعني بمقابلات كتيرة. في عنا ضيفنا اليوم أدهم الدمشقي، شارع شاعر مسرحي وفنان تشكيلي، رح يخبرنا عن عمل مسرح جديد بعنوان صاج، نعرف معه أكتر بعد تفاصيل. شوي متعرف أكتر على العمل. من ضيوفنا أيضا لليوم الدكتور ناجي بختي، روائي وأكاديمي وأستاذ محاضر بالكتابات الإبداعية، تنحكي عن إصدار كتاب الحلم اللاتيني. الوزيرة السابقة فارتيني أوهانيان رح تكون معنا كمان بالاستوديو، رح تحكينا عن عيد الميلاد عند الأرمن والأنشطة المطرنية اللي صارت كمان بهذه المناسبة. واليوم أيضا تنضم لنا باميلا حنيني مع ضيفتها أميرة سكر، رئيس الاتحاد لحماية الأحداث بلبنان، تنحكي عن الإحصائيات خاصة للاتحاد لحالات التدخل بلبنان وأبرز جرائم ومخالفات عام 2023، وقد كانوا كتار خلال هالسنة. يعني تنشوف هلا بالمقابلة يمكن نص ساعة ما بتكفي أو ثلاث ساعة. التنور كريم كنسنجيان رح تكون كمان معنا ضيفتنا باخر مقابله، تنفوت معها بترانيم ميلاديه ارمنيه ونفوت اكثر باجواء طبعا، خاصه انه كان بست الشهر عيد الميلاد عند الطوائف الارمنيه. هيدي كانت فكره شو ناطركم بصبحيتنا. البدايه رح تكون مع احوال الطقس، ورح تنضم لنا جوسلين بوفارس من مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت. صباح الخير جوسلين. صباح النور، يعطيك العافيه. الله يعافيكم. جوسلين لو سمحتي فكره سريعه عن طقس بدايه الاسبوع، ومثل ما ملاحظين شويه الطقس مش واب يعني لليوم. مضبوط، هاليومين عم تطلع شوي صحيح. بس هالاستقرار بالطقس رح يبلش يتغير اعتبارا من بكره بعد الظهر، رح يقرب منخفض جوي هو متمركز فوق ايطاليا، رح يكون منخفض عاصف تقريبا حامل كثير امطار. تأثيره الفعلي ببلش فجر الأربعاء وبيمتد لنهار الجمعة ويمكن شوي من السبت. تفصيليا اليوم نهارنا غائم بسحب مرتفعة، عنا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اللي هي أساسا بعدها فوق معدلات الموسمية، نسبة الرطوبة عم بتكون منخفضة خلال النهار، وفي عنا رياح ناشطة خاصة مناطق الجنوبية حملة شوية غبار بالأجواء. الثلاثة بداية النهار غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يعني بلشت نسب الغيوم عم توطى شوي، عنا انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بتلامس معدلات الموسمية خلال النهار، بترتفع نسبة الرطوبة فباعتبارها من بعد الظهر، فبتشكل ضباب على المرتفعات. بتتكاثف هالغيوم بفترة المسائية وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة موحلة ببدايتها، بتشتد غزارتها فجر الأربعاء مع برق ورعد ورياح ناشطة وتلج ببلش على 2000 متر وبيتدنى فجر الأربعاء لل 1800 متر. الأربعاء طقسنا ماطر، عندنا انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، عم تجي بتصير الدنيا شتوية مضبوط، بتشكل ضباب كثيف على المرتفعات أكيد تسوء الرؤية معه، وبتتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة مع عواصف رعدية، رياح ناشطة بتوصل لحدود ال 65 كيلومتر بالساعة، تساقط لحبات البرد، والتساقط الثلوج ببلش على ال 1800 وبيتدنى خلال الليل لل 1500 متر. منحذر أكيد من تشكل السيول على الطرقات أغلبية الشمالية وانجرافة التربة. الخميس طقسنا كمان ممطر وعاصف، عنا رياح ناشطة، عواصف رعدية، غزارة أمطار، الثلوج بتبلش على 1005 وتدنى لفجر الجمعة لل 1200. هذا بالإجمال. حرارات اليوم على الساحل رح تتراوح من 13 ل 22 درجة، فوق جبال من 8 ل 18 وبالداخل من 6 ل 19 درجة، والرياح السطحية اليوم بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/ساعة. هيك الشيء. جوسلين كنت ذكرتي انه الأربعاء والخميس الطقس ماطر، مكفى هيك للجمعة؟ مكمل هيك للجمعة صحيح، حتى في شوي من السبت عنا استراحة لمنخفض تاني جاي ورا، يعني هلا بتبلش تتالى يتواكبوا ورا بعضهم المنخفضات. عظيم، شكرا لك. هلا لشباط، أول شباط. شكرا جوسلين ابو فارس، يعطيكي الف عافيه، وتحياتنا لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت. جو دايما بيقولوا شباط لباط مثل ما بنعرف. انا خلقت بشباط. ان شاء الله يا رب هيك بتكون سنين من النجاح عم تحملها. امتين بشباط انا بعرف 13 على عيد فالنتين قبل النهار يعني. نعم. بس بتعرفي كل العالم كانت خايفه يكون في عاصفه نهار الثلاثاء بكره، بس هيك كمان طمنونا شوي انه منخفض جوي شتي شوي، هذا شيء طبيعي، بس دايما بس نصفى عاصفه بننقذ ونخاف، فان شاء الله تكون
يكون كمان طقس منيح ويكون حامل البركة. الخير هو الشتاء أو فعلا الشتاء هو خير وبركة مزبوط. فإن شاء الله هيك بتضل كل أيامنا مليانة بالخيرات وخلص لازم تشتي بقى حتى نشوف الثلوج على المرتفعات، خاصة كل محبي رياضة التزلج لازم بقى يفشوا خلقهم بهالمحل، وحتى مزبوط. كل الأشخاص اللي عندهم هيدي فينا نعتبرها مهنة شتوية يعني للأسف يمكن الموسم انضرب للسنة، ما بعرف إذا بعد شوي رح نرجع نشوف ثلوج بضل مكمل على كل حال إذا حتى كمان نكون هي التزلج نوع من الرياضة مزبوط. والرياضة مع جولي رمال بالهوليستيك موفمنت بتاخدوا كمان تبس جديد وحركات إضافية جديدة تحافظوا من خلالها على رشاقتكم. بنروح لعند الكوتش جولي رمال. رياضة بجنن الجسم. You feel better, you feel happy. هلا يوم أنا بدي أفرجيكم شوي الستريتشنج للور بودي هون بالهوليستيك موفمنت. شو الهوليستيك موفمنت؟ هيدا رياضة كتير حلوة للجسم. أول شيء بديك شوي انرجي، هابينس، فول باور، تونينج، ومهم فول بودي ريزولتس. سو يوم نحن بدي ركز شوي البارت 2 كيف عم بعمل ستريتشنج من ورك لإجرين هون هوليستيكلي ناتشرالي على الطبيعة والحفيف بلا إكويبمنت بلا شيء. سو أول شيء تاخذ نفس to rebalance yourself, your mind, your body and prepare. انهيل ثلاث مرات اكسهيل مرتاح العضلات. Again بعد اثنين انهيل واكسهيل آخر وحدة excellent. So يوم نحن بدنا starting your sports نحن فينا نعمل هيدا حركات لفوتبول بلايرز لباسكتبول بلايرز لسومرز لوين any sport ما بيأثر هون. Okay so أول شيء we're gonna go for big circles هون على اليمين وعلى الشمال. Okay هون نحن مركز فتحين الورك هون إجرين صاروا push لورا يعني ضروري في push لورا مش لقدام يعني لورا في push نرجع الإجر الشمال. يلا كفي هون على الأشرة خمسة وخمسة كتاف بتكون مرتاح ستة وستة على إجر بس شوي هون سبعة وسبعة excellent let's keep going eight eight don't stop بعد في اثنين تسعة وتسعة آخر واحدة عشرة وعشرة excellent مرتاح شوي النفس هون inhale exhale هلا we're gonna turn your hips الورك بتكون شوي هون على الجنب إجر يمين بتكون شوي لقدام we're gonna bend your left knee هيدا كتير قديم هيدا okay so we're gonna go one two يعني هيدا حركات صاروا بال 1950s يعني almost 100 years ago okay نحن نرجع لهيدا الرياضة again يلا أربعة خمسة don't stop ستة سبعة ثمانية تسعة العشرة وفي stop we're gonna pivot this foot هلا شوي هون ركز على hip flexors and push your hips لقدام هون bounce it عشرة مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 في stop من هون we're gonna pivot لقدام لورا شوي okay so we are focusing هلا on your ankles عشرة مرات يلا keep going 4 5 push لفوق لتحت يلا بعد في 3 2 الوحدة في ستوب تاخذ نفس انهيل اكسهيل حني ركز هون على زيت حركات اليمين اوكي سو بيسكلي فيري ايزي بند يور رايت ني كل شيء صار لقدام اجر الشمال بيكون شوي لقدام وي بوش داون لفوق لتحت لفوق يور هاندز بتصير هون لهون ورا ظهر ما بيأثر كثير جاست بي هابي اند ليتس كيب موفينج يلا اربعه خمسه This is very good. هيدا عم تعمل strengthening هون على knee joints. عم تعمل training هون. عم تعمل warm up على hip flexors. Let's go بعد اثنين. يلا اخر واحدة في stop. We pivot the toe شوي هون. كمان up and down. عشرة مرات. Don't stop. Five, six, seven, eight, nine, ten. على العشرة. We're gonna push your hips شوي لقدام هون. Focusing on the hips. Eight, seven, six,
5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Okay, نحن خلصت الوارم اب هون على الورق. Okay, let's keep going with our warm up. So اجرين صاروا هيك مرتاح. We're gonna start very easy. اجر يمين بتكون leg swing على الشمال. هلا مرتاح، ما تفكر بشي. بس مهم نحن عم بروم الظهر على اليمين وعم تعمل كيك على الشمال. Okay, let's go. 2, 3, 4. Don't stop. 5, 6. Excellent. Keep going. 8. Number 9. Al ashra fi stop. Cross your legs. Hone. Idein betkun la tahet. Tam stretching. Nahnu am rakaz hon al ITV band hon. Ashra pulses la tahet. Excellent. Bad. 3, 2, 1. Reset your breath. Tehod nafas. Clear out any negative energy in the body. حنيت تعمل زيت حركات حلق على اليمين. إجر الشمال تعمل كيك على اليمين and turn. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6. Don't stop. 7, 8. Number 9. Al ashrafi stop. Cross over. ركز على هيدا إجر IT band and stretch لتحت. عشر مرات. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Okay. One thing that's very important as we continue stretching لإجرين. يعني لازم بس عم تعمل stretching كل عضلات عم تشتغل. مش بس إجرين هون. يعني معدل، الظهر، الكتاف، الصدر، النفس. Everything is moving here. Okay. Which is very important. هلا نحن بدنا نعمل شوي stretching for your knees. Okay, hands on the knees, we go 1 and press. Push لتحت, push لورا. Inhale, exhale. Let's keep going. 5. Excellent. بعد 5, 6. نفس. 7, 8, 9, 9. الأشرة نحن بدنا تاخذ نفس again. Reset your body and let's continue. Level 2, شوي أصعب هون. زيتي حركات بس إيدين بتكون على الأرض هون. So, very easy. Hands على الأرض هون. If you cannot touch it, مش مشكلة. Bend your knees شوي or حطي شي كتاب هون بركة or something you are a bit higher. Okay? We're gonna go لتحت, inhale. تطلع لتحت, exhale. 1. Down. 2. عشر مرات هون. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 9. Al ashra fi stop hone. Put your hands on the knees. تاخذ نفس. Exhale لتحت 10 مرات. 1, 2. Okay. نحن في نعمل أرواء or في نعمل أسرة. إذا نعمل أسرة نحن نركز شوي على الكارديو and more elasticity of your muscles. Let me show you the fast version. كيف. 1, 2, 2, 3. كفي هون. 3, 4. Keep going. Don't stop. يلا بعد 3 مرات هون. 2. آخر وحدة. نحن عندك full stop. لتحت. Hands على الأرض هون. And push راسي لتحت. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. الأشرة تطلع فوق. تاخذ نفس. Rebalance yourself. Okay. So هيدا حركات بين إنه كتير simple ما في شيء. بس actually أنا صار شوي مثل معي هون. عم تعمل full effort هون and full push using all my muscles and my body. And already I feel better وعندك أكثر energy. هلا هنكفي هون على الرجلين. برم شوي على الشمال. We're gonna go heel to butt. Hala, most people they stop here. Adma fi fi push kick. يعني ضروري في touch هون. Okay? هيدا كتير منيح أول شيء. نحن عم نعمل warm up لهامسترينجز. We're opening up your quads. Let's keep going. 5, 4, 3, 2, and 1. Excellent. كمان هيدا حركة بين كتير easy بس صراحة يعني عم اشتغل العضلات هون. Let's go. إجر شمال زيت حركات. Let's place our hand هون. We're gonna go 1, push, touch, 2, good, continue, 3, don't stop, 4, 5, excellent, 6, 7, don't stop, 8,
Number 9, اوكي القشره ريبالانس يور بريث، تاخذ نفس. هلا بدي اعمل زيت السيستم بس نعمل اثنين الجين، هاندز لورا الفاس، بروم هون، وي غانا كيك رايت ليفت، قشره شوي اسرع. هلا فينا نعمل 20، فينا نعمل 30، مش ضروري بس قشره، اوكي؟ حسب قد ايه في ستيفنس بالجسم. يلا كفي هون بعد 4 3 3 2 2 1 1 اكسلنت، مرتاح شوي العضلات. اخر ستريتشنج انا بدي افرجيكم شوي للاجرين. Before you start your sports or just want to feel great, is to open your legs 15 شوي للاجرين. We're gonna go اجر شمال. We're gonna start the knee, the toe. واحد، اثنين. هلا اذا انت ما في ننزل لتحت مش غلط يعني، قد ما في ننزل هون. واحد، اثنين، اتس اوكي، اوكي ما في بيرفكشن من اول، بس عم تعمل تمرين اوفر اند اوفر بتكون احسن واحسن. So let us go with a good version horn. شوي اسرع شوي باور هيدا صباح. Let's continue. We go. 1 2 2 3 3 4. Continue. كفي هون راس لتحت مع فول بوش باور ستريتشينج. يلا بعد في اثنين، اخر وحده حليق ايدين لتحت مع فول ستريتش لتحت 10 مرات. Excellent. بعد 4 3 2 1 تاخذ نفس. Hold it here 10 ثواني. يلا بعد 5 ثواني، 4 3 2 1 slowly roll up. تاخذ نفس، reset your breath. هنركز على زيت حركات على الاجر يمين. Okay. We start again. فينا نعمل رواق or fast. Ready? Let's get going. 1 2 2 3 3 4. يلا شوي اسرع هون، full push. شد المعدة منيح. Relax your muscles. بعد ثلاثة. Excellent. اثنين. آخر واحدة. Hands لقدام. Let's push full power 10 مرات. يلا يلا don't stop. بعد خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنين. And stop هون. 10 ثواني. نفس. Keep breathing. Don't stop. يلا خمسة ثواني. ثلاثة. اثنين. واحدة. Excellent. Okay. Now we go for the bonus round. The bonus round. القصب حركات لورم اب لورك بجنن هاي الحركات. كمان عم تعمل تونينج هون لمعده للجرين. ready so we're gonna go واحد اجر هون. we just easily step back and we kick right. step back kick right. اعلي اجر شوي لفوق. اوكي هاي الحركات كثير قديم كمان بس كثير منيح للجسم. so نحن فينا نعمل اشره هون. اوكي بس خلصت هون اكيد نحن عندك reset breath. we inhale exhale. okay so your heart rate بتكون مرتاح ما في ستريس. وحاليا تعمل زيت حركات هون على الاجر الشمال هيك رواق. 1 2 على الاجر كمان في فول باور. all right kick it up. excellent. so I want you guys to continue هيدا warm up لاجرين upper body. keep watching me because every time نحن عندك اشي جديد. and we'll see you again next time. watch me on Télélibon. see you.